التسامح واجب، واجب إذا كان أعظم العظماء الخالق عز وجل يسامح. فنحن بشر خلقنا ما نتسامح، نحن بشر كلنا أخوان، كلنا أخوان. اللي بيصير على هذا الطريق ولا بيصير على هذاك ولا بيصير على هذا، المصيب هو أخوه والغلطان أخوه. طيب ليش ما نساعد الغلطان نجيبه إلى الصواب، ونسامح الغلطان إذا غلط حتى أنه يفهم أن نحن والله ننجده، ما نتركه، ما نتركه ولا ننبذه، لا بل أن ننجده ونساعده حتى يجي على الطريق الصحيح. أي إنسان بيسعفه إنسان